أخبار اليوم. ممكن تعرفنا بقى؟ محمد صلاح عبد العزيز، كابتن طيار ماس طيران. اتكلمنا عن مشاركة حضرتك في البي بي ان. والله احنا بقالنا اسبوعين الحقيقة، الكورس مدته كانت اسبوعين، مجموعة محاضرات الاسبوع الاولاني، وبعدين الاسبوع الثاني مجموعة تدريبات عملي تطبيقات، وكل يوم كان بيبقى تقريبا من الساعة 10 لغاية الساعة 3. مشاركة كانت جيدة جدا من المجموعة الأفريقية، تفاعل طول الوقت الأسبوع الأولاني والأسبوع الثاني، والحمد لله من الواضح زي ما حضرتك شفتي كده هم يعني بقى في إضافة بالنسبة لهم، بحيث إن هم كل التطبيقات اللي تعلموه في حالة لما يرجعوا إن شاء الله بلدهم يقدروا يستفيدوا. أول دورة تدريبية بتنظمها مصر في مجال الملاحة الجوية، ممكن حضرتك تكلمنا بس عن تفاصيل، وقبل كده كانت مصر بتروح فين تاخد الدورة أو تحصل على الدورة دي؟ والله هي حاليا الدورة دي بتدرس في حتت كتير جدا على مستوى العالم. احنا طبعا في مصر بقالنا سنين في مجموعات مهتمة بالموضوع ده بالذات، لحد ما النهاردة الحمد لله بقى فيه الخبرة اللي تسمح ان احنا ننظم دورة تدريبية، فده الحمد لله ان احنا قدرنا ننفذه يعني الفترة دي. الملاحة طبعا الموضوع ده بالذات على مستوى العالم كله يعتبر فيه تطوير مستمر، احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعوض، يمكن انا يعني بعتقد ان احنا قدرنا نعوض جزء كبير من السنين اللي فاتت دي، كان في تأخر حقيقي، لكن جات لنا فرصة ان احنا نقدر نعوض السنين اللي فاتت دي بان احنا نطور نفسنا في الكونسبت الجديد ده، في المفهوم الجديد بالنسبة للملاحة. مستر ياسر زهران، ايجيبت. مستر محمد حافظ، ايجيبت. Mr. Ashraf Saad, Egypt. Mr. Muhammad Abdel Hay, Egypt. Mr. Hossam Eddin Muhammad, Egypt. Mr. Ahmed Abdeljawad for his active participation as a speaker in PBN workshop. Mr. Muhammad Abbas. Mr. El-Sayed Abdel Qadir. Mr.
مهندس بيومي محمود بيومي. مستر محمد سيد محمد. Miss Maya Omar Safwa for organizing the PDN workshop. And Mr. Ihab Raslan, his leading chef of فليتفضل.